نظمت جمعية مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه بدوار العبيدية بولاية معسكر حفلا ساهرا بمناسبة مولد خير الأنام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بتوزيع الجوائز على حافظة القرآن الكريم وكذا إلقاء درس من قبل إمام المسجد حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. التغطية لفضيل مرزا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجتمعون في هذا المسجد، يعني مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه بدوار القعايدية بلدية ماوسة دائرة غريس ولاية معسكر، نحتفل بهذه الليلة. هذه الليلة ليست كبقية الليالي، بل هي ليلة دينية إسلامية مباركة نحتفل بها، وعسى أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى ليالي متوالية في الخير، متوالية في الرحمة، متوالية في العافية، متوالية في السكينة، متوالية في النعم إن شاء الله سبحانه وتعالى. كما نشكر كل من ساهم في هذا الجمع وفي هذا المبادرة الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحتفل اليوم بذكرى عن مولد النبوي عليه الصلاة والسلام ونواسهم باركوا قاعد الناس اللي عاونونا وساهموا معنا في هذا الاحتفال وهذه البدوة، وإن شاء الله يا ربي السنة المقبلة تكون أحسن من هذا السنة، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أول ما قبل كل شيء نشكروا الجماعة اللي جوا حضروا معنا هذا كسموه في مسجد في عثمان ابن عفان بدوار القعايدية بلدية ماوسة دائرة تغريس ولاية معسكر. نشكر الحضور ونتمنى إن شاء الله يا ربي كباقي المساجد إن شاء الله رانا احتفلنا اليوم بهذه الذكرى، وهي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمنى إن شاء الله تستمر يعني إلى أبدية إلى يوم الدين إن شاء الله. ونشكر كل الناس اللي جاوا حضروا معنا هنا في هذا المجلس، وندعو الله سبحانه وتعالى لهذا البلد الطيب، ونقول يا رب يحفظ بلادنا ويسترها ان شاء الله، ويستر كاع المسؤولين تاعها ان شاء الله، والله يغيثنا غيث نافع غيث الحبوب والقلوب ان شاء الله.